في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، تستمر حركة طالبان بسرعة كبيرة في التمدد ميدانياً والسيطرة على مساحات واسعة في البلاد. أمام هذا الواقع تبرز أمام الجارة إيران معضلة التعامل مع الأوضاع الجديدة في أفغانستان. فإيران تجمعها بطالبان أيديولوجية سياسية تستند على رفض الوجود الأمريكي في المنطقة، ولكن تفرقها عنها المرجعية الدينية، حيث أن طالبان هي حركة سنية، بينما إيران وروافدها داخل أفغانستان ولاؤها للمرجعية الشيعية، ما يطرح خيارات ثلاث أمام طهران للتعامل مع طالبان: إما أن تتعاون معها، أو تشن حرباً ضدها بالوكالة، أو تتدخل بشكل مباشر. أما عن الخيار الأول وهو التعاون مع حركة طالبان، فإيران سبقاً لعبت دور الوسيط بين حكومة كابول وطالبان. ميدانياً يعتقد أن فيلق القدس له تاريخ من التعاون العسكري مع طالبان ضد قوات التحالف. الخيار الثاني وهو خوض حرب بالوكالة ضد طالبان من خلال لواء فاطميون الذي يتكون من عناصر شيعية في أفغانستان، وسبق أن شارك في المعارك في سوريا، كما أنه مزود بأسلحة ومعدات إيرانية ثقيلة. هذا الخيار قد تفكر فيه طهران بدافع حماية الأقلية الشيعية في أفغانستان خاصة، وقد سبق أن شنت طالبان هجوماً على فيلق القدس عام 1998 والقنصلية الإيرانية بمزار شريف. أما الخيار الثالث وهو التدخل العسكري المباشر، وهذا الاتجاه سيكون إما لحماية المجتمعات الشيعية في أفغانستان، أو لتقديم الدعم السياسي لحكومة كابول الحالية، أو لإجبار طالبان على حصد انتصار منقوص. ما سبق تؤيده الحشود العسكرية الآخذة في الاصطفاف على الحدود، حيث نشرت إيران دبابات القتال الرئيسية وأنظمة المراقبة ومقاتلات جوية أخرى. قد تستهدف إيران أيضاً من وراء التدخل العسكري تقوية شوكة التنظيمات المسلحة الموالية لها، كي تصبح مستقبلاً قوة عسكرية مجابهة لقوات الأمن الأفغانية على غرار قوات الحشد الشعبي في العراق.